السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في درسنا اليوم، وهو أزخرف بالمربع والمستطيل. هنحتاج النهاردة مع بعض في موضوعنا وفي درسنا بعض الخامات البسيطة كالأوراق الملونة. أوراق الملونة دي موجودة في كل المكتبات، أوراق ملونة مزخرفة. وهنحتاج كمان اللاصق والمقص والكراسة. لكن قبل ما نبدأ احنا محتاجين نتعرف على شكل المربع وشكل المستطيل. هو ده المستطيل، له 4 أضلاع أو 4 خطوط، في منهم خطين بيكونوا أكبر من الخطين التانيين، ده اسمه المستطيل. ما هو المربع؟ هذا هو المربع. المربع له 4 جوانب أيضا أو 4 خطوط، لكن ال4 خطوط كل خط منهم نفس مقاس الخط التاني. يعني لو هنا 2 سنتي يبقى ده 2 سنتي، ده 2 سنتي، ده 2 سنتي، كل الخطوط متساوية يا أصدقائي. وهنبدأ الآن في قص أوراقنا الملونة إلى مربعات ومستطيلات. وبعد ما قصينا مجموعة من المربعات ومجموعة من المستطيلات، هنبدأ الآن نجهز على ورقة الرسم، على كراسة الرسم بتاعتنا. هنرسم إطار ونزخرف بالمربعات والمستطيلات، إطار فني شكله جميل بإذن الله. كده احنا رسمنا ايه؟ رسمنا مستطيل كبير، ده مستطيل، اتفقنا المستطيل جنبين كبار وجنبين صغيرين، وداخل المستطيل الكبير هنبدأ نلزق المستطيلات الصغيرة وهنلزقها باللزق معانا. ونبدأ نثبتها هنا، اول واحد في الزاوية، حتى ملاحظين ان انا عامل خط خفيف علشان امشي عليه اهو، خط خفيف عامله اهو علشان ايه امشي عليه مظبوط. بعدين اخد مربع سمغه كده واحطه ما بين الايه المستطيلين، بس مش هحطه بالشكل دوت، احنا عايزين نزخرف، فلازم الافضل والاحسن الفه كده عشان يديني شكل ايه احلى. واضح؟ وبنفس الطريقة طبعا بنستكمل الجزء اللي تحت زي الجزء اللي ايه اللي فوق. يبقى احنا كده بنعمل تشكيل وبنزخرف بالمربعات والمستطيلات.
مربعات مستطيلات. وزي ما عملنا في الجنب اللي فوق والجنب اللي تحت الكبار، هنبدأ نعمل في الايه؟ في الجنب اليمين والجنب الشمال، علشان في الاخر يبقى عملنا زخرفة لإطار جميل بالمربعات والمستطيلات. ومعانا اخر مستطيل زخرفنا بيه اهو، وعملنا الايه؟ الجنبين. وهنبدأ دلوقت نكمل زخرفة بالمربعات. ودلوقتي يا أصدقائي، إيه رأيكم في الإطار اللي زخرفناه بالمربع والمستطيل؟ وعلشان عملنا يبقى شكله جميل زي ما احنا شايفين كده، ويبقى كمان له قيمة نفعية يعني ننتفع بيه، فطبعنا ورقة لبر الوالدين. اللهم ارزقنا بر والدينا. فهنبدأ دلوقتي نقصها ونبدأ ايه؟ نلزجها هنا داخل الإطار الخاص بينا، وهنبدأ نسمغها ونلزقها في وسط الإطار. وبكده يا أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم، وهو الزخرفة بالمربع والمستطيل، وعملنا منه إطار جميل جدا زي ما احنا شايفين من خلال المربعات والمستطيلات، وكمان استخدمناه عملنا منه قيمة نفعية للإحسان بالوالدين. ممكن دلوقتي ان احنا نعلقها عندنا في غرفتنا او نهديها لوالدينا. اتمنى ان شاء الله اشوفكم في فيديو تعليم جديد. متنسوش تعملوا اللايك والشير علشان الكل يستفيد، والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.